أخبار اليوم. بيتقدم لمكتب براءات الاختراع المصري من مصريين حوالي 800 طلب سنويا، من 700 ل 800، ومن أجانب حوالي 1350 1400 طلب براءات اختراع في السنة. يعني إجمالي اللي بيتقدم تقريبا تقدر تقول حوالي 2000 وشوية، 2000 وشوية طلب براءات اختراع بيتقدموا لمكتب براءات الاختراع الايه المصري. فدول لازم ترتبوا حسب الدور، واخد بحرك ازاي؟ وبالتالي مبدئيا كده يعني طبقا للقانون اي واحد بيتقدم بطلب هو واحد من 2500 واحد او 2300 واحد او 2400 واحد ايه تقدموا، فبياخد دور. والدور ده احنا عندنا حاجات من سنوات سابقة، فضيف لهم كمان 2000 3000، واخد بالك ازاي؟ فهتلاقي الدور بقى ترتيبه شكله ايه. ده واقع. دي معلومة الاولى. المعلومة التانية، هو من 750 اللي بيتقدموا مصريين كم واحد بيحصل على براءة اختراع؟ العدد بيتراوح من 70 ل 90. طب النسبة دي تمثل كام من الطلبات المقدمة؟ تمثل 8%، يعني نسبة القبول أو نسبة حصول المتقدمين على براءات اختراع من الطلبات المتقدمة من الطلبات المقدمة حوالي 8%. طب بالنسبة للأجانب، بيتقدم زي ما قلنا 1350 تقريبا في المتوسط. عدد البراءات اللي بيحصل عليها أجانب سنويا بتتجاوز 350 براءة اختراع. دي نسبة كام؟ النسبة دي حوالي 28 ل 30%. يبقى أول معلومة إن نسبة نجاح الطلبات المقدمة من أجانب بتصل إلى 30%. نسبة نجاح الطلبات المقدمة من مصريين بتصل إلى كام؟ 8%. يبقى في فرق. هل الفرق في مكتب البراءات ولا الفرق في جودة الطلبات المقدمة؟ إذا كانت بالنسبة للأجانب 30%، الأرقام دي هتفضلها مع حضرتك، ماشي؟ ودي موجودة عندنا وموجودة في الموقع بتاع المنظمة الدولية للملكية الايه الفكرية. يبقى احنا عشان نبقى واضحين ونتكلم بصراحة، لازم نقول ان مستوى الطلبات المقدمة من مصريين مش على نفس الجودة زي الطلبات المقدمة من اجانب. دي رقم واحد، بدليل ان 8% من المصريين فقط هم اللي بيحصلوا على براءات اختراع، في حين النسبة دي في الاجانب 30%. والاثنين ده في مكتب براءات الاختراع المصري مش في مكان تاني. لي احد الفنانين عامل ماكينه بتنتج ميه من الحلقات. انا الحقيقه شفت الماكينه دي بعيني. شفت منتجها بعيني، حضرت تجربه عمليه ليها. في فيديوهات واقتنعت. كويس قوي. هو اسمه احمد المصري. هو ده بتاع الوحش المصري؟ اسمه احمد المصري. كان في عربيه الوحش المصري اللي هي بتطير وبتمشي في سفينه، واللي كانت اللي طلعت من ميدان التحرير. لا لا لا.